معنا مشاهدينا الكرام من اسطنبول الدكتور يحيى الطائي مساعد الأمين العام في هيئة علماء المسلمين للشؤون العامة للحديث عن استمرار القوات الحكومية والميليشيات باعتدائها اعتداءاتها على العراقيين ولا سيما الأطفال والنساء. مرحبا بكم دكتور يحيى. إذا العراق يشهد حوادث اعتداء على فتيان قاصرين واعتقالات لنساء وأطفالهن، كيف تقرأ ما يحدث دكتور يحيى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، من خلال الوقائع التي نراها ونسمع بها والوقائع المسجلة والتي يعني كثير من المراكز حقوق الإنسان والمنظمات وثقت هذه الجرائم، هذه تدلل على أن هذه الجرائم التي تمارس ضد العراقيين وضد القاصرين وضد الأطفال وضد النساء إنما هي جرائم ممنهجة ترتكبها القوات الأمنية والحكومية بحق المواطنين وبضوء أخضر من الحكومات المتعاقبة. فعلى مدار الحكومات المتعاقبة كلها كانت هذه الجرائم تحصل وتوثق، يعني هناك ممكن تكون جريمة يعني غير واضحة المعالم، لكن أن تقوم هذه القوات الأمنية بفعل الجريمة وتصوير الجريمة بأجهزتها وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي وغيره، هذا يدلل على أمور كثيرة. الأمر الأول بأن هذه المنظومة هي واثقة بأنها ستفلت من العقاب، لا يوجد هناك من يحاسب هذه القوات الأمنية على الجرائم التي تفعلها بحق المواطنين، هذا أولا. ثانيا، هي عملية امتهان لكرامة العراقيين، بمعنى بأن كرامة المواطن العراقي ليس لها أي تأثير عند هذه المنظومة الأمنية، بمعنى أنها لا ترعى شيئا ولا تهتم لكل المنظمات أو لحقوق الإنسان أو لغيرها، وذلك تفعل الجريمة وتوثق الجريمة وتنشر الجريمة. يعني دكتور يحيى، رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي تحدث عن دورات تثقيفية للقوات الحكومية، ألا ترى أن تصريحاته هذه جاءت متأخرة؟ يعني هل يمكن بالفعل لميليشيات غير نظامية أن تلتزم بالقانون؟ أخي الكريم، مع شديد الأسف، وهذا كنا نقوله، أن الكثير كان يراهن على أن حكومة الكاظمي ستغير من الأوضاع شيئا. القوالب المعوجة لهذه الحكومة لا يمكن أن تنجب شيئا جديدا يغير وضع العراقيين. حكومة الكاظمي هي امتداد للحكومات السابقة، بل هي ربما ستكون الأسوأ. ويعني سابقا نرى مثلا في حكومة العبادي والحكومات التي سبقتها تظهر هذه الجرائم والدولة تقوم بتسويف، الحكومة بتسويف بأنه سيقوم إجراء تحقيق أو كذا، لكن الآن في حكومة الكاظمي نرى شيئا آخر إضافيا كما حصل قبل يومين، بأن القوات الأمنية تحاول تضليل الناس مثل ما حصل مع هذا القاصر محمد وأخوه حامد. يعني هناك عملية ضحك على ذقون العراقيين، فبالتالي هذا يدلل على أن الحكومة هي الشريكة في الجريمة لأنها متسترة، وليست فقط متسترة وإنما تحاول تضليل الرأي العام وتكذيب الرأي العام. لو كانت هناك حكومة تحترم نفسها لعاقبت هؤلاء الجنات، لأن هؤلاء الجنات ارتكبوا جريمة بحق الدولة، لأن الدولة يجب أن تصون المواطن، جريمة بحق المؤسسة الأمنية، لأن من المفترض أن المؤسسة الأمنية هي تحمي المواطن وليست تنتهك كرامته وحقوقه. وبحق هؤلاء الناس التي فعلوا هذه الجريمة أمامها، هذا السلوك الإجرامي مع شديد الأسف بكل المعايير هو سلوك ممنهج لكل القوات الأمنية. بالنسبة لهذا مورس في عدة رقع جغرافية، ومورس أيضا في عدة أزمان وفي عدة حكومات، هذا يعطي انطباعا كاملا بأن هناك شيئا ممنهجا والكل يفلت من العقاب. إلى هذا اليوم لم نرى مجرما تم معاقبته، لم نرى مجرما أحيل إلى التحقيق، لم نرى مجرما قام الادعاء العام أو القانون العراقي بمحاسبته على جرائمه التي ارتكبها بحق هؤلاء الناس الأبرياء. إذن دكتور دكتور يحيى، استمرار هذه الاعتداءات والإهانات على جميع العراقيين طبعا، إلى أي مدى يمكن
أو يؤكد ذلك أنه لم يعد هناك أي حاضنة للأحزاب وهذه العملية السياسية في العراق، وأن السمة الآن هي الغضب ضد هذه العملية السياسية؟ بالتأكيد أخي الكريم، ولذلك نجد الأحزاب والبرلمان وكلهم ساكتون على هذه الجرائم. لماذا؟ لأن يعلمون أنه ليس لهم هناك رصيد في الشارع العراقي. الشارع العراقي الآن لن يقتنع ولن يقتنع بعد بتصريحات هؤلاء بالحفاظ على حقوق العراقيين وغيرهم. الآن الشعب العراقي اكتشف وحقيقة مهمة، والآن كل ساحة الاعتصام تلهج بها، بأن العملية السياسية والأحزاب الموجودة هي أحزاب تحاول سرقة المواطن العراقي وقتل المواطن العراقي وتدمير المواطن العراقي وامتهان كرامته. إذن مع هذه الهبة الشعبية انتصارا لهذا الفتى في بغداد والمرأة العراقية ضمن تظاهرات ثورة تشرين، هل نحن اليوم أمام ضرورة إعادة تشكل أو تشكيل الهوية العراقية الجامعة ضد انتهاكات الأحزاب والميليشيات في العراق؟ أكيد أخي الكريم، هذه الحكومات المتعاقبة من حيث لا تشعر عندما قامت بجرائم القتل والانتهاكات في كل مناطق العراق وحدت العراقيين، جعلت العراقيين يعرفوا أن هذه الحكومة لا تمثل طائفة ولا تمثل جهة، وإنما هي حكومة تمثل مشروع الاحتلال الأمريكي الذي جاء مع حاضنة له، وإيران هي أيضا الجزء الثاني والمكمل لهذه الحاضنة. فالمشروع الأمريكي والإيراني الآن يحتضر، ولذلك نجد أن الحكومة تحاول قتل المتظاهرين والإجهاز على المتظاهرين والقسوة معهم، لأنها تعرف بأن مشروعها انتهى فيها أمام العراقيين جميعا، وأن العراقيين وعوا هذه المرحلة والآن توحدوا أمام مطالب محددة، بأن هذه العملية السياسية وهذه الحكومات لن تغير من مستقبل المواطن العراقي إلى الأفضل، بل على العكس من سيء إلى أسوأ. شكرا جزيلا لك من صمود الدكتور يحيى طاهي، مساعد الأمين العام في هيئة علماء المسلمين للشؤون العامة.